في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية أطلقتها وزارة الداخلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، حيث تم توجيه مأموريات إلى كافة المحافظات لتوزيع مساعدات عينية على قاطني المناطق الأولى بالرعاية بهذه المحافظات بخاصة المرأة المعيلة. المبادرة دي بتيجي باستمرار عندنا وهي موفره لنا حاجات كتيره، وكل سنه وانتم طيبين، ونشكر سياده الرئيس انه فاكرنا دايما في المواسم الحلوه. ولم يقتصر توزيع المساعدات على الاماكن التي تم تجهيزها لاستقبال المواطنين، انما تمتد الى مقار اقامتهم واماكن عملهم، حيث حرصت الوزاره على ايصال هذه المساعدات الى مستحقيها على مستوى الجمهوريه. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه فاكرنا في حاجه زي كده ومش ناسينا. أحب أشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقف جنبينا وفكرنا دايما في كل حاجة وفي كل خير. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل لنا إنجازات الصوامع وعمل لنا تكاسي في الطرق، كان كل شوية ننزل نبحث ونطلع، لكن دلوقتي الإنجازات ما شاء الله التكاسي حلوة. لما قرب وبعيد شعب لقيت في الايد. من محافظة إلى أخرى انتقلت مأموريات وزارة الداخلية، ووسط إشادة كبيرة من المواطنين تم توزيع المساعدات العينية عليهم في ضوء حرص وزارة الداخلية على دعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن انطلاقا من دورها الإنساني والاجتماعي. كل سنة هو طيب وعيش عليه بخير ويزيد من نعيم الله. أنا بحب أشكر وزارة الداخلية أنهم وجوا موزع علينا الكارتين، وربنا يخلي لينا يا رب ما يحرمنا من أبد. الله يخليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسس بينا ومراعينا. كل سنة وحضرتك طيب وربنا يخلي لنا الرئيس يا رب. أنا مبسوطة إن السيادة الرئيس فاكرنا وجاي لنا لحد الأراضي الزراعية ومدينا مبادرة كلنا واحد، ويا رب دايما يبقى فاكرنا على طول. لا شك أن مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تواصل نجاحاتها في التخفيف عن كاهل المواطنين من منطلق الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية، والذي يأتي في مقدمة أولوياتها. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد، والقلب ما يريد وإحنا بنحب مصر، هنا مصر اللي عايزينها. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما سيبناش في المبادرات في أي وقت وفي أي مناسبة، على طول جايين لمحافظة السويس. وكل سنة هو طيب وكل سنة والناس كلها طيبة يا رب. وتأتي هذه المساعدات إسهاما من وزارة الداخلية في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية في المناطق الأولى بالرعاية، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. نشكر
بشكر السيد الرئيس اللي هو جاب لنا كارتينة رمضان، وكل سنة هو طيب. كتر ألف خيرهم إنهم واقفين جنبينا ومفكرنا على طول على طول على طول. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عقبال كل سنة ورمضان يبقى مبروك عليه ويفتكر الغلابة. يا حبيبتي الملايين غالية وجوا العين، يوم خمسة ربنا يخلينا الريس ويطول لنا في عمره. لما قرب وبعيد شعب الإيد ما نحرمش منك يا رب، وباركنا فيه ويديله الصحة. بنحب مصر، هنا مصر العزيزة، حضرتك طيبه. حرمش من الرئيس وربنا يخليكم لنا يا رب. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب كده يقويه ويعينه ويجعله فخر مصر كلها. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في اي ظروف. فلوس الرئيس الجمهورية بتاعنا، وربنا يخليه لنا. وتحيا مصر، وربنا يخليه. بالمبادرة دي دايما على طول يفرح بيها الغلابة كله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيا رئيس الجمهورية. تحيا مصر بيكم، تحيا مصر بشعبها وأهلها.